ناخذ مكونات كيكة القهوة الباردة وهي سويس رول شوكولاتة، 4 مغلفات كابتشينو، 4 مغلفات كريمة بودرة، 2 كريم كراميل، 2 قشطة، 1/4 كوب سكر بودرة، وكوب ونصف الكوب حليب، 4 ملاعق كبيرة كاكاو. يلا بينا نعملها بقى. يلا. طيب الوصفة دي عشان نعملها عايزين سويس رول شوكولاتة، يا إما بنجيبه جاهز يا إما إحنا بنعمله في البيت. هنعمله في البيت هنعمله إزاي؟ بيتحط هقول لك المقادير في السريع. عايزين كوباية سكر و5 بيضات وكوباية ونص طحين ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ونص كوباية زيت. بنخفقهم، بنخفق الصفار لوحده والبياض لوحده وبنكمل عادي، وبعدين بنحطهم بنحطها في الفرن وبنخبزها عادي. الخلطة اللي عندنا سهلة جدا وكله تقريبا بيتحط على بعضه. حطينا هنا المغلفات الكابوتشينو، وهنحط الكريمة الباودر، اوكي، وهنحط الكريم كراميل، تمام، السكر البودرة، وهحط الحليب اللي عندنا، وهنخفق الكلام ده كله مع بعضه، اوكي؟ ناقص احنا بس كده عندنا ايه؟ القشطه والكاكاو اهم. اوكي؟ فدلوقتي بس عايزه اضيف انا الكاكاو، والقشطه هحطها اخر حاجه. خلاص؟ دلقه واحده مش تدريجيا يعني. لا 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 عادي خلاص، وبعدين بس يبتدي يتخن اكتر بقى، يسمك اكتر، بس حبيت يشوفه في النص قد ايه احنا بالتدريج الخليط بتاعنا بيسمك. فاحنا كده فاضل عندنا بس ايه؟ القشطه. تمام اهو، شوف هيسمك بقى دلوقتي خالص. دلوقتي بقى هنحط القشطه. ندوقه ولا صح؟ اه طبعا، بس استنى احط القشطه عشان تدوقه بكامل طاقته. كده الخلطه عندنا جهزت. هناخد بقى دلوقتي احنا نص الخليط وهنحطه، نص الخليط. طيب هنحط دلوقتي كمان من السويس رول كمان طبقة، وهنخلي ده على الوش. الاخر طبقة هي برضو كريمة، بس يعني عشان نبقى حطينا. والله اتوقع ان فاصل احنا قبل لازم فاصل خلاص نرجع انا نكمل. لا لا خلاص انا بس نكملها. خلاص خلصتها هحط بس ده على الوش والباقي تاني.